اللي كابتن خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك. يا كابتن خالد اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل والف مبروك. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتني؟ علينا وعلى جماهير نادي الزمالك وجماهير مصر كلها، امبارح باركنا لجمهور النادي الاهلي والنادي صحيح. الاهلي بفوزه الكبير على الوداد، والنهارده بنبارك برضو لجمهور نادي الزمالك الكبير والعظيم جدا على فوز غالي على الرقابة. بنبارك لمجلس الاداره طبعا استشار مرتضى منصور، والنهارده الجهاز الفني باتيكو ومدحت عبد الهادي وباقي الجهاز وعمرو عبد السلام واللعيبه. بصراحه النهارده ابراهيم كمان كانوا فعلا رجاله جدا، فعلا كانت مباراه صعبه جدا فنيا. يمكن الشوط الاولاني كان متوسط المستوى، الزمالك خطف جول طبعا بنجوم وزيزو. بصراحه الفتره دي زيزو هايل جدا صحيح الفتره دي، ويستحق ان هو يكون في منتخب مصر ويلعب اساسي في الفتره دي. واتمنى برضو اوباما يبقى موجود، وبن شرقي بقى معودنا دايما ان هو بيصنع الفارق مع نادي الزمالك صحيح بالمهارات بتاعته وامكانياته الفنيه اللي هو بيتميز بيها. وخط الدفاع النهارده كان مميز جدا بصراحه ابراهيم، ومن وراه موجود جبل الونش كمان في 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 التوب فورم بتاعه الونش صحيح. وعبد الغني برضه الله يكون في عونه، يعني او زي ما حضرتك ما بتتكلم كده، انا اشوف مثلا الونش ده لعيب اساسي منتخب مصر حقيقه، يعني والله لازم يلعب يا ابراهيم، يعني لازم يشارك اساسي منتخب مصر، لان هو في قمه مستواه الفني وبيصنع الفارق برضه مع نادي الزمالك في 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 خط الدفاع، بيشيل خط الدفاع كله. وبرضه الله يكون في عون عبد الغني، لان عبد الغني بيقعد بالثلاث اربع ماتشات وياخد ماتش في النص بيبقى ماتش صعب جدا، ورغم كده بتلاقيه موجود، وعبد الله جمعه وابو جبل لا واحمد عيد برضو راجل صغير، يعني كل اللعيبه بصراحه النهارده كانت نجوم فوق العاده، وتحملوا ضغط الرجاء الشوط الثاني. الرجاء ضغط الشوط الثاني جامد جدا على نادي الزمالك. يمكن التحفظ الوحيد الفني بالنسبه لي ان تدخل باتشيكو كان متاخر شويه كتير شويه في الدقيقة 85، وكان تدخل واحد في المباراة رغم ان الارهاق كان كبير جدا، وظهر لعيبة اسلام جابر كتر خيره ان هو بيلعب في مكان غير مكانه، لعب مباراة برضه رائعة مع طارق حامد، لكن كان لازم يتدخل برضه في قلب الملعب ان هو يفوق قلب الملعب يعيد الاستحواذ ثاني لنادي الزمالك. لكن في النهاية هو عمل اللي عليه واكثر كمان، ان هو كسب الرجاء وهو كسبان بطوله دوري، معنوياته عاليه ان هو يكسب الرجاء في الرجاء. صحيح المباراه بدون جمهور، ولكن دي نتيجه كبيره جدا 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 لنادي الزمالك. ان شاء الله هتقربه من النهائي باذن الله. لكن انا عايز اقول في النهايه حاجه، اتفضل. نادي الزمالك والنادي الاهلي يستحقان بجداره الوصول للنهائي. صحيح يستحقان بجدارة الوصول للنهائي، فعلا هما الأفضل فنيا من مش ده الرجاء ومش ده الوداد. يمكن الرجاء يمكن أدى أحسن من الوداد الحقيقة الرجاء فنيا أفضل من الوداد، لكن كلاهما لا تأمن مكرهم ولا حتى تأمن يعني حتى لهم جانب، يعني ممكن الفرقة دي تلاقيها تتحول من الناحية المعنوية عليك، فلازم الفرقتين يبقوا فاهمين كويس قوي ان هما الأهلي والزمالك يبقوا فاهمين ان الوداد والرجاء فريقين كبار يتم التعامل معاهم بحذر شديد وباحترام وتقدير، يعني مش عايزين نهون منهم يعني. لا انت بتتكلم على الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، لا فرقتين كبار وفاهمين، ولاعيبه كبيره ولاعيبه تعرضت للمواقف دي كتير يا ابراهيم. صحيح. وكل اللعيبه هتطلع من مباراه النهارده مركزه في المباراه اللي جايه، والفرحه هتبقى فرحه لحظيه، ولكن كله هيبتدي يركز لان كله عايز يوصل للنهائي، وكله عايز يعمل انجاز تاريخي ليه وللنادي بتاعه. فاعتقد ان النادي والزمالك والنادي الاهلي فاهمين كويس التعامل في مثل هذه المواقف. اعتقد ان بعد المباراه على طول او بعد اليوم ده هيبتدي التركيز من ثاني ومن جديد
المباراة العودة إن شاء الله اللي نتمنى بإذن الله إنها تكون في صالح الزمالك والأهلي إن شاء الله. لو كنت أنت المدير الفني يا كابتن خالد كنت حضرتك هتفضل الدفع بإسلام جابر زي ما هو الراجل ما عمل كده وحطه جنب طارق حامد، ولا كنت هتحط زيزو في نص الملعب وتخلي إسلام على الطرف أو نجم على الطرف؟ كنت هتتعامل إزاي؟ لأنه الخيارات في الحتة ديت كانت الكل فيها بيجتهد، لا ده هو ممكن يحط جنب طارق حامد زيزو، لا ده هو ممكن يحط جنب طارق حامد محمد حسن. رؤيتك ايه؟ هي ممكن على المعطيات بتاعه الماتش كنت ممكن تحط محمد حسن، لكن هي الكومنت ان محمد حسن جنب طارق ما بيديوش برضه الايه الطابع الهجومي شويه نص الملعب. يعني الاثنين طارق حامد طبعا راجل احنا عارفينه ان هو كسر في نص الملعب، ومحمد حسن كده، لكن ما بيديوش يعني اسلام بيدي الجانب الهجومي شويه خلاص، فدي حل من الحلول، لكن هو اللي شايف اكتر مين اللي جاهز، لان خلي بالك اسلام جابر واخد ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت، صحيح هو الاجهز بدنيا عن محمد حسن، لكن كان منطقيا وانت بتلعب بره ان ممكن محمد حسن يبقى متواجد، لكن الجاهزيه فضلت اسلام جابر ان هو يبدا عن محمد حسن في المكان ده. ان شاء الله باذن الله يرجع بقى للزمالك كل لعيبته ان شاء الله، ويتمكن بقى من انه يحط رجله كلها ان شاء الله في النهايه. كابتن خالد بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا ابراهيم، ومبروك مره ثانيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وايضا تعقيب مهم العنوان اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الاهلي والزمالك عندهم مهمه صعبه وما هياش سهله وعمرها ما خلصت وعمرها ما انتهت. اتبسطنا امبارح بالاهلي وخلاص الناس قفلت الصفحه، اتبسطنا وبنتبسط بالزمالك ومن حق جماهيره انها تفرح، لكن الفرح واضح انه واصل للناس، انه الفرحه بحذر والفرحه وان انا قطعت نص الشوط، انما نص الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله يكمل بالاداء المميز هنا في مصر.